يقول هذا السائل: شاب في 15 من عمره ذهب مع خاله في رحلة صيفية لمدة أسبوع في شهر رمضان، وأثناء هذه الرحلة لم يصوموا، فما الحكم في ذلك؟ علما بأن الخال المذكور قد مات، ولا أدري هل قضى هذه الأيام أم لا، وهل يمكن لأولاده أن يقضوا عنه الصيام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانوا مسافرين السفر يبيح الإفطار، قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، ويلزمهم القضاء بعد ذلك. وإذا كان هذا الميت مات وعليه قضاء ولم يقضه، فيستحب لأولاده أن يصوموا عنه إبراء لذمته. نعم. فضيلة الشيخ، اختيار بعض الناس وإن لم يصوموا عنه فإنهم يطعمون عنه وعن كل يوم مسكينا. نعم.